أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول: ابني يلح علي كثيرا بأن أسمح له بالجهاد ليناصر إخوانه، وأنا غير راضية ولست موافقة، لأني لا أعلم عن حقيقة هذا الجهاد، وأخشى أن يعود علينا بأفكار التكفير والتفجير، فهل أنا آثمة على منعه من الذهاب إلى هناك؟ أنت مأجورة على منعه، لأنه يعرض نفسه لخطر ما يدري وش، وأيضا خطر في العقيدة، وخطر في الموت، وخطر، والنتيجة ما هي؟ يا أخوان، الجهاد له ضوابط وله أحكام لا بد من توفرها. إذا أن ولي الأمر أمر بالجهاد فإن الناس يتقدمون، أو فتح باب للتطوع يتقدمون. الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو الذي يرسل المجاهدين ويراقبهم يتابعهم، بس كل يروح ويقول أنا بجاهد ولا يدرى وين يروح. وقد يأتي يرجع إلينا كما ذكرت السائلة، يرجع إلينا متنكرا، يكفرنا ويقتلنا ويحمل السلاح علينا، ويسمي هذا الجهاد. نعم.